لنقاش الملف اليمني ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية رئيس مركز يين يمن صالح الجبري. أهلا بكم أستاذ صالح. أهلا وسهلا. بالتزامن مع الأحداث المتسارعة في عدن، ما هي آخر التطورات لتقدم قوات الشرعية هناك؟ شكرا جزيلا. بداية نهنئ أبناء الشعب اليمني ونهنئ الأمة العربية التي تتابع ما يحدث في اليمن بهذا الانتصار للشرعية اليمنية في مدينة عدن. حتى هذه اللحظة نستطيع أن نقول أن 90% من مدينة عدن الآن عادت إلى حضن الشرعية اليمنية، ولا زالت هناك بعض الجيوب القليلة، والآن الجيش الوطني يحاصرون معسكر يسمى معسكر جبل حديد، وهو منطقة مظلة على مدينة عدن. بسقوط هذا المعسكر أو بعودة هذا المعسكر إلى حضن الشرعية، يبدو لي خلال ساعتين ثلاث ساعات سنسمع الانتصار الكبير والنهائي وعودة عدن إلى حضن الشرعية. كيف يفسر هذا التقدم بعد انقلاب قوات الحزام الأمني على الحكومة الشرعية؟ أولا، وجود الدعم من قبل الحكومة اليمنية والرئيس اليمني عبد الرب منصور هادي والقيادات الجيش كلها في الميدان، وأيضا الغضب الشعبي ضد الإمارات العربية المتحدة التي دعمت هذا المجلس الانقلابي، ثم المقاومة الشعبية والوقوف أبناء مدينة عدن وأبين وقبلها شكوى مع الشرعية وضد تمرد وانقلاب المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، كل هذه ساعدت وساهمت يعني باسترجاع هذه المدن وعودة المعسكرات إلى حضن الشرعية. وهذا دليل على أن هذا المجلس الانتقالي عبارة عن مجموعة من المرتزقة بيد الإمارات عملت على يعني إعدادهم منذ 4 سنوات بات فشل، وخذلتهم الإمارات طبعا اليوم. نعم. وما سقوط هذه المعسكرة تلو المعسكر الآخر إلا دليل على. سيد صالح، ما مدى إمكانية عودة الحكومة والرئيس إلى معاشيق عقب السيطرة على العاصمة المؤقتة؟ أولا أنا أريد أن يعني أقول خبر عاجل الآن أنه وصلني من عدن بأن الجيش اليمني دخل الآن قصر المعاشيق وقصر الرئيس عبد الرب منصور هادي. نعم. واستعاد الآن إلى حفظ الشرعية، وهذا الحمد لله قد يكون أن عدن بهذا تكون قد عادت إلى حفظ الشرعية، يبقى بعض الجيوب فقط تعود. ما حدث يعني ما نأمله من الشقيقة السعودية أن يستمر هذا الدعم وتتضح الصورة أكثر عند عودة الحكومة اليمنية والرئيس هادي إلى مدينة عدن واستتباب الأمن وتقديم الخدمات. نعم. في كل محافظات الجنوبية المحررة، حتى نقول بعد ذلك أن الشرعية عادت إلى اليمن وأصبحت هي صاحبة القرار في الملف اليمني. بحديثكم عن معاشيق، ما مدى أهمية السيطرة عليها؟ قصر المعاشيق هو يمثل رمز السيادة الشرعية، هو قصر الرئيس عبد الرب منصور هادي ويمثل رمز سيادة الدولة. وأول ما حدث من انقلاب من قبل ميليشيات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا هو إسقاط قصر المعاشيق، وبالتالي عودته الآن بهذه السهولة وخلال دقائق دليل على يعني هزيمة منكرة وكبيرة على المجلس الانتقالي وصفعة قوية في وجه الإمارات العربية المتحدة. هذا التقدم نحو عدن سبقه انتصار لقوات الشرعية بمساندة قبائل شبوة، إلى أي مدى يعد ذلك بداية النهاية للقوات الانقلابية في اليمن؟ بهذا نستطيع أن نقول انتهى المجلس الانقلابي المدعوم إماراتيا وعادت المحافظات الجنوبية إلى حضن الشرعية وعادت العاصمة المؤقتة عدن إلى حضن الشرعية. ونبارك لأبناء الشعب اليمني ولكل أحرار العرب الذين وقفوا مع القضية اليمنية. مشروع الانفصال أزيد إلى الأبد بأنه جاء هذا النصر بدعم من أبناء مدينة عدن، مدينة السلام، مدينة التي قاومت ميليشيات الحوثي الإيرانية، أبناء أبيان وأبناء لحج وأبناء شبوة هم من وقفوا مع الجيش الوطني في تحرير
هذه المدن من ميليشيا الانقلاب المدعومة إماراتيا، وهذا لم يأتي إلا بتكامل ما بين الجيش الوطني والشرعية أيضا القبائل والمقاومة الشعبية في ميدان. شكرا جزيلا لكم رئيس مركز يني يمن صالح الجبري، كنت معنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية.